مثلا واحد زي بيرسي تاو، واحد زي بيرسي تاو الحقيقه خلينا نتكلم عن ملخص ارقامه، وبكره هيكون عندنا حلقه مهمه جدا مع كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم معاهم عن اهم ما يميز صفقات النادي الاهلي، وهنتكلم عن نهايه موسم وختام موسم وارقام النادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي وكل ما يخص الانديه الاخرى خلال حلقه مهمه جدا بكره. بيرسي تاو مثلا هو هداف الدوري الجنوب افريقي مره وحيده، حصل من قبل على 2 دوري جنوب افريقيا مع سان داونز، دوري البلجيكي مع كلوب بروج، كأس السوبر الإفريقي، دوري أبطال إفريقيا مع سان داونز، لعب في كأس العالم للأندية، لعب لأندية سان داونز، يونيون البلجيكي، كلوب بروج البلجيكي، وأندرلخت وبرايتون الإنجليزي، شارك مع منتخب جنوب إفريقيا في 28 مباراة، أحرز خلالها 13 هدف وصنع 3 أهداف. شارك ايضا في الدوري البلجيكي في 32 مباراه، احرز 7 اهداف، صنع 5 في كاس بلجيكا، سجل 10 اهداف ووصل نصف النهائي مرتين. طيب هو تحس ان هو قريب من لعب في كاس العالم للانديه زي ما النادي الاهلي لعب في كاس العالم للانديه، وزي ما هنلعب ان شاء الله في شهر فبراير القادم. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان من الممكن جدا ان يصدر قرار رسمي خلال الاسبوع او العشر ايام اللي جايه ان كاس العالم للانديه يؤجل لشهر فبراير القادم ويكون في ابو ظبي او الدوحه. فبيرسي تاو نفس نوعيه وشكل النادي الاهلي، نفس نوعيه وشكل اللي بيحصل لعيب النادي الاهلي. بيرسي تاو ايضا لعب مباريات كبيره جدا في اوروبا، عمل مباراه كبيره جدا مع كلوب بروج البلجيكي ضد ريال مدريد الاسباني، انتهت هذه المباراه 2-2 في دور المجموعات من سنتين، وكمان صنع الهدف الاول في هذه المباراه لما تلعب واحد من اكبر واهم انديه العالم ريال مدريد. اعتقد ان ده شيء جيد جدا. بيرسي تاو في الدوري الاوروبي لعب ضد مانشستر يونايتد مع كلوب بروج، وانتهت المباراه في هذا التوقيت 1-1. الموسم اللي فات بيرسي تاو في البريميرم ليج لعب مع برايتون الانجليزي، صنع هدف امام وستهام، ورغم واعير تمت اعارته اللي طلعها، لكن في كل مباراه كان بيثبت انه لاعب مميز وصاحب كواليتي عالي. بيرسي تاو اتمرن ايضا مع مدربين كويسين جدا في اوروبا على راسهم جراهام بوتر وفي برايتون، وفرانكي في اندرلخت، وفينسنت كامباني في الدوري البلجيكي، والاهم بقى انه له اكثر من 100 مباراه تحت قياده موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. برايتون الحقيقه كان متمسك ببيرسي تاو للحظات الاخيره، وده ظهر في تصريحات كل المسؤولين في برايتون، ولكن أصبح بيرسي تاو لاعبا في النادي الأهلي. هو أنا ليه بشرح الكلام ده أو ليه بقوله؟ يعني أنا ما بيفرقش معايا أنا كنادي أهلي أو النادي الأهلي ما بيفرقش معاه أبدا إيه اللي بيتقال على الصفقات من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، لأنه طلعوا أمور كاذبة تخص بيرسي تاو وهي الحقيقة ليست صحيحة بالمرة، لأن بيرسي تاو طلب من موسيماني ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وبالتالي لان احنا عندنا اداره محترفه بتلبي احتياجات المدير الفني في اطار لما هم شايفين عندهم الناس اللي موجوده في اداره كره القدم سواء الكابتن خطيب او الكابتن محسن صالح او الكابتن زكريا ناصف، عندهم رؤيه كبيره جدا جدا، وده واضح وظهر خلال الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لحضراتكم تم بناء فريق كبير جدا للنادي الاهلي، استطاع زي ما دايما بنقول ينيم افريقيا من المغرب بدايه من 2019 لغايه دلوقتي، خدنا كل حاجه تقريبا في البطولات الافريقيه اللي لعبناها، خدنا 2 افريقيا وخدنا سوبر افريقي، وان شاء الله ربنا يكرمنا باللي جاي في الفتره القادمه، هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي.